ايه انا بتحكم في الناس؟ ايه بيستخدموا عشان يتحكموا في الناس يعني؟ طيب جه موت واحد. حاولوا تفتحوا الباب ده. اوكي لفوق، ارفعوا، روح ساعدهم يا عم. انت وانتوا ساعدوهم، يلا ارفعوا. اوكي ايه هناك؟ مفيش حاجة. عايزين توجعوها ولا تسحبوها ولا ايه؟ انا مش عارف. اوكي خلاص خلاص، كفاية كده، بس كفاية خالص كده، شكرا. اوكي هما بيتحكموا في البشر كده. لا لازم نمسك اللمبة بس. ماشي صراحة الأشكال حلوة اللي عاملينها. هو الناس كلها، شوف هناك واقفين طابور، وواضح ان دول مش من الناس اللي بيتحكموا فيهم. دول بيتحكم يعني، هم اللي بيتحكموا في الناس الأشرار، بيتحكموا في دول. أنا عايز جملة مفيدة. طيب ايه دي؟ ايه بقفل؟ انزل الحبل عشان استخدمه. اوكي غالبا انه افتح. اوكي شباك، اطلع من الشباك. كتاكيت تاني؟ لا اوكي عصافير. تعمل ايه الكهرباء؟ اوكي انا ممكن اخليها كده. هل توصل؟ اوكي لا بعيد، نزلها شوية بس، كفاية كده نزلتها كتير كده. مش ما نكمل الطريق لنشوف لو نزلت الناحية التانية ايه اللي هيحصل. اوكي في حفرة، المرة الجاية ننزل فيها. اوكي كده ولا كده حفرة هوقع فيها هيموت. ماشي هي الحل هنا يعني. 2000 years later. اوكي ده انا اقدر الفها. تمام ماشي، ما كنتش اعرف. ايه حلو ماشي. طيب ايه ده؟ انا اظن انا لازم اوقعها صح، وارجع بسرعة عشان هتتكسر. واضحة ان هي هتتكسر. ننزل نشوف. انزل يا عم انزل، الكسر ده تحت. كده الطريق اللي كان هناك. طب الخزنة دي خلاص كده جيم اوفر. ايه اللي هنا بقى؟ افتح وريني تاني البتاع دي، انا مش فاهم ايه دي. اكسر شيلها، مش عارف ايه دي بس ماشي. ايه اللي حصل يعني؟ اه في باب ورا بيفتح. اوكي ما شفتوش. اكيد هنا نتحكم في ناس، بس لازم اوصلها. اوكي في واحد اهو، اوه بيمشوا عكس بعض. طب لو واحد نط ملوش دعوة بعض. ماشي اوه في انوار هنا على على اليمين سوري.
اوكي اظن انا فهمت، انا لازم اخليهم الاتنين لونهم ابيض صح؟ كده اوكي، في حاجات على الارض يدوسوا عليها، ماشي اوكي اظن فهمت الفكرة. الباب اوكي، انا وقفت الاثنين اتحركت. اوكي محتاجين شوية بسيطة اللي كده وخلاص كده تمام. تحت الباب ايه، حرف الار واقع هنا. اوكي في سلم وفي البتاع الغريبة دي ماشي. طب ايه اعمل ايه؟ برضو نزلت ماشي. جنب هنا السلم، السلم امسك السلم، غالبا ممكن يكون حل ان انا احاول امسك السلم. 2000 years later. اوكي ده في سلم هنا انا مش شايفه. اوه شوف ورا ماشيين طابور، وبالطريقة المشي دي يبقى غالبا هما اللي بيتحكموا فيه، مش بيمشوا طبيعي. اوعى انا فاكره هيوقف، فاكره هيوقف على البلكونة اللي تحت. طابور اهم حاجه ما يكونش في حد من الحراس اللي بيتحكم فيهم مع الموت. سر ممكن تعرف، ممكن احرك السلم ده اصلا اسكو كده ممكن. كوبس كهرباء، افصل الكهرباء. اوه لا لا اطفي 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 كده، كان هيصحى صح؟ شوف نظرة على المكان كده، نبص على المكان الاول. اكتر واحد واصل فيه سلك، خليني اروح اشوف اشغل، بس اشوف اشغل الكهرباء اشوف هيحصل ايه. انا لو طلعت هنا الحراسة يجولي صح؟ اوكي صح، وانا اظن محتاج الكهرباء عشان اطلع بالاسانسير، فانا لازم استخبى ورا العواميد، ورا العواميد. شغل يا عم يا عم، اتحركت ليه؟ اتحركت ليه؟ ماشي. ايه انا لسه ما بدأتش.
ده لسه عايش وبيتكهرب ولا مش عارف. اوكي اطلع بسرعة بسرعة. دي بتتكسر المفروض. اوكي لا ما كسرتش. اوكي دي اللي بتتكسر. اطلع بسرعة 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 بسرعة. اوه نو no.